أعزائنا المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلاً ومرحباً بكم في أخبار السلام ونستهلها بأهم العناوين. الأمين العام للأمم المتحدة يدعو مجموعة العشرين إلى توفير 100 مليار دولار لمساعدة الدول النامية. الأمم المتحدة تدعو لحق التعليم في النزاعات وتدين الهجمات والتهديدات بالهجوم على المدارس. مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة يمزق تقرير مجلس حقوق الإنسان في الجمعية العامة. الأمم المتحدة تمدد ولاية بعثة المينورسو بالصحراء الغربية لمدة عام جديد. مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا يبدي استعداد الأمم المتحدة للعمل مع لجنة 5+5. أهلا بكم من جديد. دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مجموعة العشرين والبلدان المانحة لتوفير 100 مليار دولار أمريكي كل عام للدول النامية لمساعدتها في مواجهة مخاطر التغير المناخي. وقال غوتيريش في مؤتمر صحفي أن هناك مبادرة خاصة للعام القادم للدول النامية بما فيها الدول ذات الدخل المتوسط التي تطلب المساعدة، كما أن الدول لا يجب أن ترغم على الاختيار بين خدمة الديون أو خدمة شعوبها، معتبراً أن مجموعة العشرين هي الضمان الوحيد لمساعدة تلك الدول، وأكد على أن هناك أزمة ثقة كبيرة بين القوى الكبرى وأعضاء مجموعة العشرين وبين الدول النامية والدول المتطورة، موضحاً أن الهدف الأهم من وراء قمة العشرين هو إعادة الثقة عن طريق مواجهة الظلم وعدم المساواة واتخاذ خطوات ملموسة لجلب الثقة، مشيرا إلى أن صندوق النقد الدولي قام بإعطاء 650 مليون دولار للدول الفقيرة، ولكن دون توزيع عادل بين الدول الأكثر احتياجا. وإلى ملف حماية التعليم، أدان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشدة الهجمات على المدارس والمعلمين والأطفال، ودعا جميع الأطراف المشاركة في النزاعات المسلحة إلى حماية الحق في التعليم. وأكد القرار الذي تبناه المجلس بالإجماع على الدور القيم الذي يلعبه التعليم في توفير مساحات منقذة للحياة ومساهمته في تحقيق السلام والأمن، حيث يدين القرار الاستخدام العسكري للمدارس بما يجعل المباني أهدافاً مشروعة للهجوم ويعرض سلامة الأطفال والمعلمين للخطر. ويحث القرار جميع أطراف النزاعات المسلحة على احترام المدارس باعتبارها منشآت مدنية بموجب القانون الإنساني الدولي. وإلى ملف السلام في فلسطين، حيث أقدم مندوب إسرائيل على تمزيق التقرير السنوي لمجلس حقوق الإنسان من على منصة الأمم المتحدة، قائلاً إن مكان هذا التقرير المشوه والأحادي الجانب هو سلة مهملات معاداة السامية، وأشار إلى أن التقرير تجاهل تماماً حركة المقاومة الإسلامية حماس وإطلاق الصواريخ على إسرائيل. وكان التقرير قد تطرق إلى المستوطنات الإسرائيلية وأوضاع حقوق الإنسان في الضفة الغربية وفي مرتفعات الجولان السورية المحتلة وحق الفلسطينيين في تقرير المصير. وقال السفير الإسرائيلي: مجلس حقوق الإنسان أصبح فجأة مجلس هاري بوتر، وهو مجلس من السحرة قادر على التسبب بأعجوبة في اختفاء كل جرائم الحرب والفظائع التي ارتكبتها حماس، مثل إطلاق 4300 صاروخ على المدنيين الإسرائيليين على حد قوله. وإلى ملف السلام في المغرب العربي،
مددت الأمم المتحدة فترة عمل بعثة المينورسو بالمنطقة المتنازع عليها بالصحراء الغربية لمدة عام جديد، مع الدعوة إلى استئناف المفاوضات السياسية التي تقودها الأمم المتحدة من أجل إيجاد حل للنزاع الذي عمر طويلاً. وقد رحب المغرب بالقرار الجديد، فيما أكدت جبهة البوليساريو أنها بصدد تقييمه على أن تصدر بياناً في الوقت المناسب. وقد استبقت الجبهة بيانها بانتقادات لاذعة لنص القرار الذي تم اعتماده بموافقة 13 بلداً مقابل امتناع تونس وروسيا عن التصويت، ويدعو القرار الذي صاغته الولايات المتحدة إلى ضرورة التوصل إلى حل سياسي واقعي ودائم ومقبول للنزاع. وفي هذا الإطار يدعو القرار المغرب والجزائر وموريتانيا وجبهة البوليساريو إلى استئناف المفاوضات بدون شروط مسبقة وبحسن نية، على أن تكون المفاوضات في شكل موائد مستديرة. وإلى ملف السلام في ليبيا، انطلقت في القاهرة اجتماعات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة 5+5 لبحث إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب من البلاد، وذلك بمشاركة المبعوث الأممي لدى ليبيا يان كوبيش وممثلي عن دول جوار ليبيا. وتعتزم اللجنة خلال اجتماعها الثاني في مصر مناقشة سبل إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا تحت رعاية المبعوث الأممي بما يساهم في دعم الحلول السياسية. وأبدى مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا استعداد الأمم المتحدة للعمل مع اللجنة العسكرية المشتركة بشأن انسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا بطريقة لا تؤثر على استقرار الوضع في بلدانهم وفي المنطقة، معرباً عن أمله في أن يسفر اجتماع القاهرة عن تفاهم متبادل بشأن اللبنات الأساسية وآليات التنسيق اللازمة للانسحاب، وأن يمكن من الاتفاق على الخطوات الأولى لعملية الانسحاب التي ستأخذ في الاعتبار تماماً الاحتياجات والمخاوف الليبية ولجيرانها. إلى هنا تنتهي حلقتنا لهذا اليوم، على أمل في سلام شامل ودائم يعم عالمنا الذي يستحق الأفضل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا البرنامج برعاية مؤسسة عبد العزيز سعود البطين الثقافية.